السلام عليكم، مرحبا بجميع زبنائنا الكرام مباشره. اوان الشعيب كيرحب بكم، كندير معكم لايف من المحل ديالنا اللي كاين في الحي المحمدي 4 ديال الطباصل. راه مازال متوفرين وقريبا غادي يستالي لو ستوك ديالهم، 3 ديال الطباصل بورسولا 50 درهم 1000 ريال. كاين عندنا كذلك التفصيل هذا حتى هو رائع جدا، وغنبيعوا لكم 4 ديال الطباصل فقط ب 60 درهم، فيهم اللوينات والاشكال. كاين عندنا كذلك هذه القرعه ديال البريستيج حتى هي رائعه، والثمن ديالها 4 ديال القراعي بريستيج، راه ماشي صغار، الثمن ديالهم 50 درهم 1000 ريال. كاين عندنا كذلك جبنا لكم واحد الموديل زوين ديال الكيسان، كيسان رائعين بزواقه واعره، الثمن ديالهم فقط كنت غنقول 120 درهم، الثمن ديالهم 70 درهم 1400 ريال، رائعين. كاين عندنا كذلك هذا الموديل هذا ديال الريشه، الثمن ديالو 70 درهم. وكاين هذا الموديل بريستيج ديال النواغ اللي داير بالديبي، لا طوندونس ديال العالم في الالوان هو الذهبي بالكحل. نبارطاجيو معكم هذه المعلومه، بزاف الناس يمكن عارفينها النوار بالذهبي، وهذا كنا دايرين ليه نورمالمون كيدير 180 درهم 200 درهم، حنا درنا ليه 100 درهم، اليوم كنديروا ليه 90 درهم، 1800 ريال 12 الكاس. وكاين عندنا هذا الموديل ديال الريشه مازال متوفر، الثمن ديالو فقط 60 درهم. كاين عندنا بزاف ديال السلعه اللي مع الاسف قريبا غدا تقاضى، قريبا جدا، لهذا كننصح جميع الزبناء ديالنا الكرام انهم يسارعوا 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 قبل نفاد المخزون. بزاف الناس كيجيو كيلقاو السلعه تقادات وكينبينوها في اللايف وكنقولوا راه قربت تقادا، وكيتعطلوا عليها وكيلقاو تقادا وكيتقلقوا منا. هاد السلعه اللي كتشوفوا كامله دابا راه متوفره، ان شاء الله سارعوا قبل ما تقادا. كاين عندنا هاد البراد هذا، قبل ما نقول هذا الثمن ديال البراد، كاين عندنا هذا البراد راه مازال متوفر، الثمن ديالو 60 درهم 1200 ريال، رائع. وكاين عندنا اللي كبر منه 70 درهم، راه مازال متوفر وكيرجع لكم من جديد في السولد. اللي فيه اللي كبر من هذا ديال 1600 ما بقاش، ديال 80 درهم كيبان لي باقي عندهم هنايا، مازال في الحي المحمدي، برافو، مازال في حي المحمدي، ما بقاش عندنا في المحلات الاخرين، مازال يمكن في حي المحمدي وفي المحل ديال المدينه. الثمن ديال هذا 60 درهم 1200، وهذا 70 درهم. وكاين عندنا هذا البراد هذا غنسميوه براد زمان، كاين عندنا كاس زمان وغادي نسميوه براد زمان، الثمن ديالو اينوكس اوريجينال، الثمن ديالو 50 درهم النمره 10، هذا راه كيهز 10 ديال الكيسان والثمن ديالو 50 درهم 1000 ريال فقط. كان تفاعل كبير بزاف مع عند الزبناء ديالنا مع هاد لي مول هادو ديال الجرانيت. اللي زوين فيهم هاد لي مول هادو هو انه ملي كتصوب كيكه ولا اي حاجه، ملي كتهز هاد المول هذا راه كيبقى هاد التحتاني ديالو، نقدروا نوريهم الطريقه، شد معايا عافاك بحال هكا. والثمن ديال هذا فقط 50 درهم 1000 ريال. كيفاش كيتحل هذا؟ وريني اخويا التيره، ما كنعرفش لي انا. من هنا، من هنا شفتوه كيتحل بحال هكا، جرانيت، الجدير بالذكر ان هذا جرانيت، الثمن ديالو 50 درهم، هذا 50 درهم والمربع ديالو 50 درهم، وعندنا هذا الموديل على 3 ب 60 درهم. بالحق الجوده ديال هذا اكيد افضل لان هذا جرانيت. باش ما ندوخش وباش ما نتلفش وباش نعطيكم كل شيء، غنبدا معكم الاثمنه من هنا، ولكن قبل ما نبدا معكم بغيت نوريكم واحد المفاجاه واعره. اليوم كنجيبوا لكم مقراج اينوكس وثقيل بالقاع ديالو مضوبل، غتجيو غدا وغتهزوا هذا المقراج هذا، ها هو مضوبل. هذا المقراج هذا 5 ايترو اينوكس، نورمالمون كيدير 180 درهم حتى ل 200 درهم. باش كيدير هذا؟ لانه 5 ايترو وثقيل، اوان شعيب كيدير ليه 99 درهم، 99 درهم فقط، يعني ثمن خيالي خطير جدا وحصريا عند اواني شعيب.
كنقرا التعليق ديالكم. هاد السلعه اللي كتشوفوا دابا راه متوفره في جميع محلات اوان الشعيب في المدينه، في البرنوصي، في القريعه، في الحي المحمدي، في المحمديه، وكذلك في مدينه الرباط. كاين عندنا هاد اللعيبه الثمن ديالها 60 درهم 1200 ريال كريستالا رويال، وكاين عندنا السوبيره واعره الثمن ديالها 80 درهم 1600 قريبا غتقاد، العدد محدود. وعندنا هاد المباخره، عندنا الصغيره 50 درهم، الموين 60 درهم، والكبيره ديالها اللي هي هادي كنبيعوها ب 70 درهم فقط. كاين عندنا الطاجين هذا اللي فقط متوفر، هاد الطاجين هذا عطيناه اهداء للناس ديال لا ليفريزو خارج الدار البيضاء. بزاف الناس كيشوفوا بزاف ديال السلعه في لي لايف، ومن كيبغيو كومونديوها ما كيلقاوهاش متوفره، كيلقاوها متوفره فقط الناس اللي كيجيو عندنا المحل. لهذا اليوم جبنا لكم هذا الطاجين هذا ب 60 درهم فقط، الناس اللي كيديروا لا ليفريزون خارج الدار البيضاء، الناس ديال لي كوموند ديال لا ليفريزون خارج مدينه الدار البيضاء، ديروا سكرين باش تقدروا تكومونديو هذا الطاجين هذا ب 60 درهم 1200 ريال كبير، ديروا فيه شباكيات تمار اي لعيبه، الثمن ديالو 60 درهم. بالنسبه لليفريزون خويا بنو علي 06 35، ياك 06 53 69 04. لا عطيني النمر اللي ساهل باش يحفظوه الناس بالزربه ديال 06 35. بعد قليل غادي نعطيكم الرقم ديال التليفون ديال لليفريزون خارج مدينه الدار البيضاء. كاين عندنا كذلك هاد اللعيبه ديال العطريه الثمن ديالها فقط 80 درهم عوض 3600، غتاخذوا عند اوان الشعيب فقط ب 1400 ريال ب 1600 ريال. واحد السيده قالت لي مسح الكاميرا، ويلي زعما الكاميرا كتبان مضببه ودابا دابا مزيان. قول 100 درهم 100 درهم 99 درهم، يلا وصلني الميساج ديالك 100 درهم، هذا 2000 ريال كنقولوا ديك 99 درهم باش كتجي ساهله وخفيفه وظريفه على اللسان. مرحبا. كذلك كاين عندنا هذا الكاس هذا، راه تا هو قريبا غيتزاد في الثمن، الثمن ديالو 35 درهم، باكيه فيها 6 فقط ب 700 ريال. كاين عندنا هذا بالرجيله حتى هو فقط 700 ريال 35 درهم، كاين عندنا هذا حتى هو ب 700 ريال 35 درهم، وكاين عندنا كذلك الطويل هذا مرحبا الله يحفظك. شكرا، ما وريتش اليوم السيدة جات باش تقول لي بصحة المكانة، واعرة السيدة رائعة رائعة جدا. شكرا للناس اللي كيقولوا لي بصحة المكانة، كيف قلنا لكم اليوم جينا معاكم بلايف جديد بصول جديد بسلعة جديدة وبمكانة جديدة. شكرا لكم على كلمة بصحة المكانة خويا مكانة. بصحة ما قلتيش لي بصحة، الكليان جاو دابا السيدة جات من دارها بالطوموبيل باش توقف قدام المحل تقول لي بصحة المكانة، جميل جدا. شكرا شكرا بزاف. دائما دير لينا لايف في الرباط، دير لينا لايف في الرباط. مرحبا لالا، هاد السلعة اللي كتشوفوا دابا راه كلها متوفرة في المحل ديالنا ديال الرباط. مرحبا. قبل ما نكمل معاكم اللايف غتعطيوني دقيقة نعت لكم بلاتي ما نبينوش لان نمرة التليفون ديالها شنو كتبات لك. بصحة المكانة، شكرا لها شكرا. بقاو معايا عفاكم، اللي عطيت لكم المحل ديالنا فين كاين، اوان الشعيب الحي المحمدي، هنا كاينه القيصريه ديال الحي المحمدي هذه كيف كتشوفوها، القيصريه ديال الحي المحمدي كتخليوها على اليسار ديالكم، كتطلعوا مع السكه ديال الترامواي بحال غادي للقهوه فلوريدا ولا بحال غادي للحزام الكبير. اوان الشعيب هو هذا المحل ديالنا ديال الحي المحمدي، مرحبا بكم. وكاين كذلك المحل ديالنا اللي جا في الدوره، يعني لو وصلتوا لقهوه فلوريدا ستاسيون دوره المذاكره راه المحل ديالنا جا مقابل مع ستاسيون توتال، كتوصلوا حتى للفيروج وكتدوروا. الناس ديال الحي المحمدي تقدروا تدوروا المحل ديالنا اللي مقابل مع ستاسيون توتال، وتقدروا تجيو لهذا اللي مقابل مع جامع بن القاضي او جامع الكوديه، راه هي القيصريه كتطلعوا معاها. المحل ديالنا هو هذا اواني شعيب الحي المحمدي. هاد لا بروموسيون كاينه كذلك في المحل ديالنا اللي كاين في المدينه اللي جا في البرنس
مقابل مع اوتيل المامون اللي في المحمديه جا في الجوطيه اون فاس مع تيلي بوتيك عيشه اللي في القريعه رامبو ديال مالي البونج سولوا على اواني شعيب حنا حدا قهوه لو بولفار في البرنوصي اللي كاين عندنا المحل الفوقاني ديالنا اللي مقابل مع الدهر اللوراني ديال الاعداديه الطريق وملاصق مع استوديو ياسين والمحل التحتاني ديالنا القديم اللي مقابل مع الدهر اللوراني ديال ثانويه بنو شهيد. نرجعوا معكم، شكرا لك اخي، شكرا، تحياتي. كيف قلنا لكم هذا الكاس كريستال 35 درهم، هذا بالرجيله 35 درهم. كاين عندنا هذا الموديل بالالوان الثمن ديالو 50 درهم، هذا تا هو كذلك 50 درهم. عندنا هذا الكاس، هذه القرعه رائعه بالوليدات ديالها، تا هما باللوينات ديالها، قرعه كبيره وسته ديال القراعي ديالها فقط ب 70 درهم 1400 ريال. كاين عندنا هذا الكاس تا هو رائع، الثمن ديالو 50 درهم، بكية ب 50 درهم. كاين عندنا الكاس زمان، هذا كيدير 50 درهم واللي كبر منه كيدير 60 درهم، يعني هذا 1000 ريال وهذا 1200 ريال. كاين عندنا هذه القرعه كنبيعوا ثلاثه ديال القراعي ب 50 درهم. كاين عندنا هذا الكاس هذا بالرجيله كريستال نورمالمون كيدير 180 درهم، حنا غنبيعوا لكم ب 60 درهم. هذا خصكم تجيو وتهزوه وتشوفوا الزاج ديالو كيفاش نقي، راه كيدير حتى 180 درهم. اواني الشعيب غيبيعوا لكم فقط ب 1200 ريال 60 درهم. وكاين عندنا هذا الموديل هذا كيدير 30 درهم 600 ريال، كيسان كتستعملوا من الاتاي القهوه ديال الاستعمال اليومي، الثمن ديالهم 30 درهم. كاين عندنا كذلك هذا الكيسان هادو تا هما ديال الاستعمال اليومي، وغنبيعوا لكم ثلاثة ديال الباكيات ب 50 درهم، وحدة جوج ثلاثة ديال الباكيات ب 50 درهم فقط. وكاين عندنا هذا الموديل ديال الريشة الثمن ديالو 700 ريال، وكاين عندنا هذا الموديل ديال المولادة الثمن ديالو 90 درهم باكية فيها 12. أو كاين هذا الموديل تا هو واعر داير بالذهبي بريستيج، هذا كيدير 40 درهم 800 ريال، زليفات تاع الفلون واش فيهم الصوت. كاين عندنا الثمن ديالو فقط 45 درهم. واحد السيده قالت لي شعيب انت الوحيد اللي ما درتيش لنا الربحه، واحد القضيه ام صفوان اول واحد دار مسابقه في الفيسبوك خاصه بانكم تربحوا، او ما غاديش نقول من الاوائل، ما غنقولش اول واحد، ولكن غنقول اول واحد في مدينه الدار البيضاء ومن الاوائل في المغرب اللي درنا الربحه. اكثر واحد بارطاجا، اكثر واحد دار لي كومونتير، اكثر واحد دار هادي. من بعد ملي كتلقى واحد الفكره، واحد المسابقه بزاف الناس كيديروا لها كوبي كولي كتخليها، فهمتي، نحاول نقلبوا على فكره زوينه جديده ان شاء الله نهار غادي نديروها، راه غادي نبارطاجيوها معكم. وانتوما انتوما راه كادو زعما، راه انتوما هديه بالنسبه لينا، وان شاء الله راه تستاهلوا كل خير من عندنا. ما تنساوش تكتبوا لينا في الكومونتير المدينه اللي كتسكنوا فيها باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه متواجده معنا بقوه في هاد التعاليق هادو. بغيناكم كاملين تبارطاجيو معنا في الكومونتير من اي مدينه كتسكنوا، كلشي كتب لينا في التعاليق المدينه اللي كتسكنوا فيها باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه متواجده معنا بقوه. اعطينا العنوان ديال الرباط، حنا جينا في رونبو المنال، الى وصلتوا للرباط سولوا على رونبو المنال، توصلوا رونبو المنال سولوا على سناك انس، حنا ملاصقين معاه تقريبا بيناتنا غير شي خمسه ديال الديور ولا سته، توصلوا سناك انس اللي في الرباط سولوا على اواني شعيب. نكملوا معاكم لا بروموسيون ديالنا، دراب الثمن ديالو 60 درهم 1200 ريال. محمد من تازة، نزهه من الرباط، ام مريم من مراكش، حميد من الدار البيضاء، زيد اخويا محمد من تازة، مرحبا بكم، كتبوا لينا في التعاليق
المدينه اللي كتسكنوا فيها ام عبد المجيد من الرباط، تبارك الله كاين عدد كبير ديال الناس من الرباط، مرحبا بكم. الرباط اليوم سهرانه معنا بقوه اكثر من مدينه الدار البيضاء، مرحبا. عندنا المقله العجيبه، الثمن ديالها 240 درهم، 220 درهم، 4800، 4400، هذه راه ديال الجرانيت. وكاين عندنا هاد الليمول هادو، الثمن ديالهم 45 درهم، ديال الزاج 900 ريال. كاين عندنا الطباصل كنبيعو 4 ب 60 درهم كبار، 4 ب 1200 ريال، باللوينات كيجيو واعرين في الطابله. عندنا هادو كنبيعو 4 ب 50 درهم، قربوا يتقاداو، 4 ب 1000 ريال. كاين كذلك هاد الموديل 4 ب 1000 ريال، هاد المربعين حتى هما 4 ب 1000 ريال، 50 درهم. عندنا هاد الجبيبنات كنبيعو 12 جبانيه ب 50 درهم، ماشي 10، 12 جبانيه ب 50 درهم. هاد الطباصل حتى هما كنبيعو 12 طبسيل ب 50 درهم، ماشي 10 ديال الطباصل، 12 طبسيل ب 50 درهم. عندنا هاد القراعي الثمن ديالهم 12، 4 ديال القراعي ب 50 درهم. عندنا هاد لي بلاطو فيه كويغ، جوج بلاطوات ب 1000 ريال، جوج بلاطوات ب 50 درهم. عندنا هادو كبار زوينين، الثمن ديالهم 70 درهم، 1400 ريال. عندنا هادو كنبيعو جوج ب 70 درهم، جوج ب 1400 ريال. كاين عندنا هادو الثمن ديالهم 50 درهم بريستيج، على قبل لي زانيفيرسير ولا اللي عنده شي مناسبه كيتحطوا في الطابله كيبانوا زوينين، 50 درهم. عندنا التبصيل هذا كنا كنبيعوا الصغير ديالو 4 ب 1000 ريال، اليوم كنجيبوا لكم الكبير ديالو وكنبيعوا 3 ب 60 درهم، هذا النمره 30. شحال واحد كتب لي في الكومونتير كنتو كتبيعوا 4 ب 1000 ريال لا الصغير ديالو؟ اللي كنا كنبيعوا الصغير ديالو قد هكا، دابا جبنا لكم الكبير 3 ب 60 درهم. كاين عندنا التفصيل هذا النمره 45 بريستيج كيدير 70 درهم، 1400 ريال. عندنا كذلك في هذا الموديل هذا فقط 1400 ريال. كاين عندنا الموديل ديال الكيسان كيف قلنا لكم قبيله، هذا 70 درهم، هادو تاهما 70 درهم ديال الريشه، واعرين كيديروا 130 درهم على برا. وكاين كذلك هذا الموديل هذا حتى هو كيدير هذا غير 60 درهم، 1200 ريال. وهادو راه درنا لهم 90 درهم، بروموسيون واعره، درنا لهم 1800 ريال. كاين عندنا الدراب هذا قلنا 1200 ريال، 60 درهم. وكاين عندنا هذا بالسيبوره ديالو اينوكس، فيه بزاف ديال اللعيبات معاه، الثمن ديالو عوض 250 درهم، غتاخذوه ب 120 درهم، 2400 ريال. واعر واعر، هذا خداو الناس بزاف، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان ان شاء الله غتحتاجوه بشكل كبير بزاف. ليمول كنبيعو جوج ب 60 درهم، مع الاسف المربع ما بقاش، لهذا كنقول لكم سارعوا سارعوا سارعوا، حتى هاد الدير هذا غالبا غيتقاد غدا الحد ولا الاثنين، الثمن ديالو جوج ب 1200 ريال. هاد الاوفال حتى هو كنبيعو جوج ب 1200، هذا مازال متوفر. لي هاشوار عندنا لوكسيوس اينوكس من الفوق ومن التحت، دائما تنقول لكم لي هاشوار عوض ما تفيقين رمضان مع العشره ديال الصباح باش تشقاي وداك الشيء باش ديري داك الشيء ديال الكوزينه، بسبب هاد الهاشوار غتقدري تفيقي حتى الوحده، لان بكليك واحد كتختصر عليك بزاف ديال التماره، بزاف ديال الخدمه، بزاف ديال التعب، كطحن الربيع، بصله، مطيشه، اللحم، اي حاجه كتبوا هاشوار في يوتيوب. الناس اللي ما عارفينش، الناس اللي عارفين وهذا اللي مزيان، مي كاينين الناس اللي عمرهم ما خدموا بهاد الهاشوار، ونهار غتخدمي بهاد الهاشوار هادي غتندمي علاش ما شريتهاش قبل، لان خياليه عجيبه جدا. الثمن ديالها 140 درهم وإيليت 150 درهم، علاش؟ لأن هذه فيها موز ديمونتي اللي كطحن الربيع بصله مطيشه، ومني كيركب كيولي طحن اللحم، وهذه فيها مفرق، هذه 140 درهم وهذه 160 درهم، 3200. وكاين عندنا 4 يترو كرافت كدير 230 درهم، 4600. البلاندر ديال الزاج عندنا كاس زاج وإينوكس، قربت تقاد، هذيك تقادات ماشي قربات، باقي عندنا شي حاجه قليله، الثمن ديالها 190 درهم. وهذه الكاس ديالها ثلج اللي كيطحن الثلج يعني ايس، الثمن ديالها 220 درهم، 4000
و400 ريال واعره تاهي تاهي قريبا غتقاده راه رمضان كيقرب والسلعه كتقاده اللي مول المربعين ما بقاوش الهاشوار ثلاثه ايترو ما بقاتش اللي مول على ثلاثه ما بقاوش البراد النمره 16 ما بقاش الترموس ديال جوج ب70 درهم ما بقاش بزاف ديال اللعيبات اللي بداو كيتقادوا مازال كاينه السلعه مازال متوفره السلعه مازال لا بروموسيون ولكن حتى هادشي اللي كنوريكم دابا الا تعطلتو وما سارعتوش حتى هو غيتقادى غدا الاحد ان شاء الله مرحبا بكم في جميع محلات اوان شعيب كاينه بروموسيون سبيسيال مرحبا بكم في البرنوصي في المدينه في القريعه في الحي المحمدي في المحمديه وفي الرباط راه كاينه سلعه سبيسيال اليوم الرباط كتمشي لي السلعه كامله اللي كنعتذروا بزاف على فكره كنعتذروا بزاف للناس ديال الرباط لانه اللايف اللي درنا البارح في البرنوصي اليوم مع الصبح كانت السلعه متوفره في المحلات ديالنا كاملين الا الرباط واحد السلعه ما وصلت 12 من داك الكوبا برجيله هنا كنعتذروا بزاف للناس الزبناء ديالنا ولكن غدا ان شاء الله راها متوفره وفي الدار بدارات سالات لينا بكري يعني مع الخمسه الاربعه تقاد ديك السلعه الناس ديال الرباط سيروا بكري باش انكم تقدروا تستافدوا من لا بروموسيون ديال السلعه اللي بينا البارح في اللايف ديال البرنوصي هاد الباك هذا راه مازال متوفر عندنا اللي فيها شوار ميكسور دراب بانيو الثمن ديالو 150 درهم عندنا هاد الباني هاد الدراب بالبانيو ديالو 120 درهم عندنا هاد الكوبه هادي الثمن ديالها فقط 60 درهم 1200 ريال واعره عندنا هاد اللعيبه هادي الثمن ديالها 50 درهم ديال الخبز 1000 ريال كتبان واعره حتى هي 50 درهم عندنا التويشيه 50 درهم 1000 ريال عندنا هاد البورت كاطو او بورت كيك الثمن ديالها 60 درهم 1200 عندنا ديال الزاج حتى هي 60 درهم 1200 وبالرجيله ديالها 70 درهم 80 درهم 1600 ريال كاين عندنا هاد البريريد هذا الثمن ديالو 50 درهم 1000 ريال هذا ديال الزاج كيتحط فوق البوطه حتى هو 50 درهم 1000 ريال ما عندكش محل في المحمديه عندي محل في المحمديه محل في المحمديه الا وصلتوا الجوطيه الا وصلتوا الجوطيه سولوا على اواني شعيب اي واحد في الجوطيه قلتوا لي اواني شعيب غنوريكم المحل ديالنا ولا سولوا هاد الارقام هادو ديال لا ليفريزون خارج الدار البيضاء الناس ديال لا ليفريزون خارج مدينه الدار البيضاء تواصلوا معنا على 06 05 09 0598 ديروا سكرين 06 35 40 19 19 عافاكم ديروا سكرين وهاد الارقام هادو هما اللي غتقدروا تواصلوا معاهم باش تستافدوا من لا ليفريزون وهاد السلعه خارج مدينه الدار البيضاء مرحبا بكم زاكوره مرحبا بالنزيه زاكوره الرشيديه مرحبا زيد زيد المحمديه مرحبا فلوسي ديتيهم لي انا من الرباط مرحبا ام عبد المجيد وعب ام عبد الحميد ديتو سلعه زوينه ورخيصه اثمنه واعره حنا كنفرحوا بزاف ملي كتفرحوا نتوما بالسلعه والله العظيم الى الفرحه كتكمل ملي كيجيو الناس وكتاخذ براد ب 1200 ريال 60 درهم كتاخذ لك براد ب 1200 كتاخذ اربعه ديال لي بونبونيير ب 1000 ريال هي 2200 كتاخذ لك قرعه وست الكيسان ديالها ب 70 درهم براد وبونبونيير وقرعه وكيسان ديالها يلا وصلنا ل 170 درهم 3400 كتزيد معاهم هذا الباك هذا ها هو بونبونيير مع هذه الكلوشه مع هذا البابي سيرفيت ب 20 درهم ركزوا معايا بونبونيير وباك كريستال وقرعه وكيسان ديالها وبراد يلا وصلنا ل 190 درهم 3800 ريال زيد غتزيد مع سيدي ثلاثه ديال المولات هاما مول قلب ومول دير ومول مربع ب 60 درهم يلا وصلنا ل 240 درهم ولا 250 درهم يعني الناس تبارك الله كتجي تقدا كتاخذ براد كيسان مقراج
في الاخر كتلقى راسها مثلا يلا واصله ل 240 درهم ولا كتفرح كتقول لك واش هادشي كامل واش ما غلطتوش في الحساب. تنقول لها لا 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 ما غلطناش في الحساب، براد وقراعي وبونبونيير وكيسان وهاد العجب كامل فقط بالثمن هذا. يعني كيجيني الناس كيجيو كياخذوا اربعه ديال هاد الطباصل ب 50 درهم، 12 الجبانيه ب 50 درهم، اربعه الطباصل ب 60 درهم، اربعه ديال لي بونبونيير ب 50 درهم، هادشي كامل كتلقاه الا واصل ل 210 درهم ولا 220 درهم. يعني اوان شعيب اليوم كنجيو وكنجيو بفكره جديده، بسولد جديد، باثمنه جديده، كنديروا كل ما في جهدنا باش نجيبوا لكم الاثمنه الواعره الرائعه. لا بروموسيون راه مازال مستمر غدا الحد، 2 3 4 الخميس الجمعه والسبت والحد، يعني حتى الاسبوع الجاي. حاجه وحده اللي كننصحوا الكليان ديالنا انه راه لو ستوك محدود، كي حنا لا بروموسيون مازال مستمر حتى الحد الجاي، ولكن كاين السلعه اللي كتقاده. عرفتي الكوبا بالرجيله والطباصل ديالها ما شاء الله الناس جاو يعني طاروا بها، خداوها بواحد الشكل اللي فريمون كان غير متوقع، رغم انه كان عندنا العدد كثير، ماشي زعما شي حاجه قليله، كان عندنا العدد كثير وجاو الناس، لان الثمن ديالها كان خيالي. كوبا والطبيصلات ديالها كدير 250 درهم 5000 ريال، كنجي انا كندير لها 99 درهم، سي نورمال ما غيخليوهاش، سي نورمال ما غتبقاش، بطبيعه الحال غيجيو الناس غاديين يطيروا بها. من 5000 ريال 99 درهم الناس جاو بروفيتاو في الهمزه وفي الهوته وتقداو مع راساتهم وبصحتهم وراحتهم. مقراش كيدير 180 درهم حتى 4000 ريال، ديري لي 99 درهم، هذا اللي جا وما لقاهش نهار الاثنين ولا الثلاث ما يتقلقش، يقول لك ولا شفناه في اللايف، لا درتو في اللايف الاثنين السبت باش تجي تاخذ الحد، ما كنتحملش المسؤوليه الا ما لقيتيش الاثنين ولا الثلاث ولا الاربعه. دائما اجدد الترحاب مباشره من محلات اواني شعيب جوج مقالي ب 80 درهم 1400 ريال. حاجه وحده اللي مطلوبه من جميع الزملاء ديالنا، بغيناكم كاملين تعطونا لو ماكسيموم ديال الدعم. اي واحد كيشوف هذا اللايف بغينا كلشي يعطينا القلوبه، لانني دائما تنقول لكم راه القلوبه ديالكم والدعم ديالكم لو بارطاج ديالكم الدعاء ديالكم الكلام الزوين اللي كتعطيونا راه هو اللي كيخلينا نجيبوا لكم هاد الاثمنه. راه ماشي بسهوله، راه كنتقاتلوا عليها بزاف باش نعطيكم الثمن، باش نطيحوا هاد الثمن، باش نجيبوا هاد الثمن، راه ماشي بسهوله. راكم كانت بسهوله غتلقاو هاد الاثمنه كاينه عند اي واحد، غتهبط للسوق، غتمشي للقيصريه، غتلقاها في لي لايف، ولكن حنا كنديروا مجهود كبير بزاف باش كنجيبوا هاد الثمن. محتاجين فقط الدعم ديالكم، لو بارطاج، القلوبه، لي كومونتير الزوينين، باش نقدروا نستمروا في هاد الاثمنه وفي هاد السولد هذا. هاد الثمن وقتاش غادي يستمر؟ هاد التعامل هذا، هاد لا بروموسيون مازال مستمره، فقط لو ستوك اللي يقدر يتقادى ديال لي زارتيكل في اي لحظه. حاجه وحده اللي مطلوبه من الزبناء ديالنا، بغيناكم كاملين تعطيونا قلوبه هنا. 2700 كتشوف اللايف دابا، 2700 شحال في الساعه دابا؟ الوحده وربع، 2700 ديال الناس كتشوف اللايف، بغيناكم كاملين تدعموا لنا هذا اللايف هذا، حنا معاك حتى يكون اواني الشعيب في المغرب كله. شكرا. الله يحفظك، ربي يخليك. بغينا كل شيء يعطينا قلب هنا، بغينا لو ماكسيمو ديال القلوبه، قلب 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 قلب، عطيونا قلوبه هنا. شكرا على القلوبه، شوفوا شوفوا القلوبه كيفاش طالعين، شوف 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 تبارك الله. وما تنساوش لو بارطاج، انا غنجاوب على هذا السؤال معاش كتحلو، بارطاج اكريغ اون بيبليكاسيون اي بيبلي، كلشي بارطاجي اللايف، لان لو بارطاج ديالكم هو اللي كيخلينا نعطيكم لا بروموسيون سولد. كاينه الجبانيه هذه نورمالمون الجبانيه راه تزادت بزاف في الثمن دابا، ولات كدير 10 دراهم، ما بقاتش الجبانيه، كنا عاقلين على الجبانيه ب 5 دراهم ب 4 دراهم ب 3 دراهم، اليوم الجبانيه اخواني اخواتي الكرام كدير 10 دراهم. سولوا عليها، انا ما كنتش غنجيبها لان جاتني غاليه صراحه شخصيا، من لقيت راسي غنبيعها للكليان ب 7 دراهم جبتها، كوميم كنبقاو ناقصين ب 3 دراهم على النورمال وعلى السوق.
الثمن ديالها 7 دراهم 140 ريال فقط. 7 دراهم فيها ثمن واعر جدا، جبانيه ب 7 دراهم متوفره في جميع محلات اواني شعيب. المعاش كنحلو من 10 ديال الصباح حتى ل 10 ديال الليل السبت والحد، واليامات الاخرى كنحلو من 10 ل 9، وكنحلو يوميا 2 3 4 الخميس الجمعه والسبت والحد. للتذكير فقط، المحل ديالنا اواني شعيب، المحل ديالنا جا في الطلعه ديال القيصريه ديال الحي المحمدي، هنا في الكينه القيصريه ديال الحي المحمديه، هذه كتبان من هنا، انا غنزوميها لكم. القيصريه هي هذه، كتخليو القيصريه على اليسار ديالكم وكتبعوا السكه ديال الترامواي اللي غادا لقهوه فلوريدا، ولا اللي غادا لشارع الحزام الكبير، ولا اللي غادا لدوره المذاكره. حنا جينا في الكوديه، راه مقابل معنا واحد الجامع سميتو جامع الكوديه، هو هذا او جامع بالقاضي. المحل ديالنا واضح، حنا كاينين طاكسيات ديال التشاروك وديال السبيس وداك الشيء، المحل ديالنا هو هذا. كاين كذلك المحل ديالنا الاخر ديال حي المحمدي، الا وصلتوا للفيروز دوروا على اليمين كتلقاو ستاسيون دوره المذاكره، كتلقاو ستاسيون توتال، حنا اون فاس مع ستاسيون توتال. ها هما الدراري راه جايين منه، ها هما الوليدات ديال اواني شعيب كانوا في المحل ديالنا اللي اللور. كاين عندنا كذلك اواني شعيب البرنوصي، المحل ديالنا جا مقابل مع استوديو ياسين. استوديو ياسين واحد استوديو ديال التصوير معروف في البرنوصي قديم، حنا اون فاس معاه اواني شعيب البرنوصي. وكاين المحل ديالنا التحتاني اللي مقابل مع الدار اللوراني ديال الثانويه تبنو شهيد، راه معروف قديم عندنا. المحل ديالنا في المدينه جا في الجوطيه، المحل ديالنا في المدينه ما جاش في الجوطيه، المحل ديالنا في المدينه جا حدا برانس حدا اوتيل المامون مقابل مع سينما لوتيسيا حدا كرة أرضية. المحل ديالنا في المحمدية اون فاس مع تيلي بوتيك عيشة، وكذلك القريعة وكملوا. فريمون كاين بروموسيون زوينة، غنعاود نرجع معاكم باش نعطيكم أثمنة بعجالة وبسرعة، نعطيكم الأثمنة ديال الصولد اللي عندنا كامل في واحد الظرف قصير، باش نعطيكم الأثمنة كاملة. بزاف الناس كيبغيو يعرفوا الأثمنة بسرعة. المقلة 60 درهم، 1200 ريال فيها أربعة، هادو جوج ب 70 درهم، جوج ب 80 درهم 1600، كيسان جوج باكيات ب 70 درهم واعرين، كل باكيه فيها 6، هادو بالرجيلات هما جوج باكيات ب 70 درهم، طوال حتى هما جوج باكيات ب 70 درهم، هادو بالرجيله كذلك جوج باكيات ب 70 درهم، الكيسان بالرجيله 50 درهم ديال الالوان، هادو حتى هما كذلك 50 درهم. كاين عندي ديال الزمان الثمن ديالهم باكيه فيها 6 50 درهم، كاين عندي هادو كذلك باكيه فيها 6 50 درهم، هادو ب 60 درهم 1200، الكيسان بالرجيله 1200 ريال كريستال واعرين، هادو هادو اللي كيشدهم في يدي ما كيحطهمش. القرعه والكيسان ديالها 70 درهم 1400، كيسان ب 30 درهم 600 ريال، اربعه ديال لي بونبونيير 50 درهم 1000 ريال، باك كريستال 20 درهم 400 ريال، ثلاثه ديال القراعي 50 درهم لاف واعرين، ثلاثه ديال الباكيات ديال الكيسان 50 درهم 1000 ريال، الكاس ديال الريشه 35 درهم 700 ريال، جوج باكيات ب 70 درهم، كيسان 12 ب 90 درهم، كيسان واعرين هادو واعرين 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 صراحة خطيرين جدا، ب 40 درهم 800 ريال، هاد اللعيبة 60 درهم، سوبيرا 80 درهم واعرة مذهبة، تويشية 60 درهم 70 درهم، الطاجين هذا متوفر للناس ديال لا ليفريزون خارج الدار البيضاء 1200 ريال، ليمول 3 ب 60 درهم، والجرانيت 50 درهم، المربع 50 درهم، الجبانيه 7 دراهم ولات كدير 10 دراهم دابا 7 دراهم، انا عارف انها كانت كدير 100 ريال وكدير 4 دراهم، الثمن ما بقاش مع الزياده ديال الاسعار اللي كاينه في العالم، الثمن ديالها 7 دراهم، شفت بحالك الله يرضي عليك. برات 60 درهم 1200 راه قرب يتقادى، عاود رجع لكم من جديد وقرب يتقادى، هذا 70 درهم الموين.
الكبير ديالو 80 درهم بقى شي حاجه قليله في حي محمدي. مقراج 99 درهم 5 ايترو 99 درهم. براد 50 درهم النمره 10 ديال الزاج 50 درهم 1000 ريال. كلشي غزال. شكرا على التعليق ديالكم. 4 ديال لي بونبونيير 5 ديال لي بونبونيير 50 درهم. هادو ما غير الثمن ديالهم واعرين. 4 ب 50 درهم. بورت غاتو ديال الزاج 60 درهم. هادي حتى هي ديال الرخامه 60 درهم. تويشيه هادي واعره 50 درهم 1000 ريال. هادي بالرجيله 80 درهم. طحانه ديال العطريه 70 درهم. هاد الباك كامل ب 80 درهم. هذا راه كيتسد مزيان. هذا شو دايرين فيه التويشيه ديال العطريه باش كتبقى محتفظه. الثمن ديالو 1600 ريال. ثلاثه من هادو ثلاثه ب 60 درهم. كيسان ديال تركيا 1600 ريال 80 درهم. باك في دراب ميكسور هاشوار بانيو 150 درهم. جوج ديال المولات 60 درهم. سوبر 60 درهم 1200 ريال. يا راه تبرعوا ليا مع راسكم. سوبيرا 60 درهم. بانيني 200 درهم. لا هادي اللي ب 200 درهم. 4000 ريال اينوكس وديال الجرانيت 220 درهم. يا سلام الثمنه رائعه. شكرا بزاف على التعليق ديالكم. بغيت نسولكم عافاك شكون هما البانين اللي كتفضلوا واش تاخذوا هذه ب 200 درهم ولا جرانيت ب 220 درهم. ديال 200 درهم غنسميو رقم واحد والجرانيت غنسميو رقم جوج. بغينا كلشي يشارك معنا في لو كومونتير لانني دائما تنقول لكم الراي ديالكم كيهمني وكناخذوا بعين الاعتبار به. واش غتفضلوا هذه ب 200 درهم رقم واحد ولا جرانيت 220 درهم رقم جوج؟ يلا الاخوان غنقرا التعاليق ديالكم. ايمان كتختار رقم واحد. صفاء كتختار رقم جوج. زيد 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 كنقرا التعاليق ديالكم كاملين. مرحبا بكم. هاشوار اينوكس 140 درهم. ايليت 150 درهم. 4 ايترو 230 درهم. والبلاندر هادي كدير 190 درهم والايس 220 درهم. كاين عندنا الكيسان، عندنا بزاف ديال السلعه ديال بروموسيون واعرين فريمون سبيسيال. مرحبا بكم في جميع محلات اواني شعيب. غادي يكون فريمون سولد سبيسيال ان شاء الله غدا. أربعة بألف ريال، أربعة بألف ريال، أربعة بألف ريال، أربعة ديال القراعي بألف ريال. الناس اللي كيسولوني على لا ليفريزون خارج الدار البيضاء 06 05 09 05 98 كتبوا عفاكم في التعاليق. وكاينة 06 35 40 19 19. وما تنساوش تعطونا لو ماكسيموم ديال القلوبة هنا. اي واحد كيشوف هذا اللايف هذا غطلع لكم قلب هنا لايك. عطيونا جيم 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 هنا. الدعم ديالكم مهم جدا لينا. عطيونا جيم هنا جيم. وما تنساوش لو بارطاج بارطاج اكريغ اون بوبليكاسيون اي بوبلي. كلشي بارطاجي ولا بارطاجيو حتى في الجروبات. بارطاج بارطاج يطلعوا لكم هنا الجروبات غتوركوا على هنا. غتكونوا بارطاجيتوا اللايف ديالنا في الجروبات كاملين. ومرحبا بكم. المحل ديالنا اللي بغى يجي يستافد من هاد لا بروموسيون، المحل ديالنا هو هذا اواني شعيب الحي المحمدي. هنا كاينه الطلعه ديال القيصريه لان بزاف الناس كيدخلوا جداد. كنعاود نعاد المحل من جديد. الطلعه ديال القيصريه هي هذه، كتطلعوا مع السكه ديال التراموي ياك. كتلقاو هنا جامع بن القاضي، حنا اون فاس معاه. انا كنفضل الشوايه. كاين عندنا الشوايه ديال البانينيه هذه، ها هي. عندنا اي حاجه بغيتوها، الشوايه ديال البانيني، البانيني العاديه، البانيني الصغيره، البانيني الكبيره، كوكوط عاديه، كوكوط اينوكس، البرامي، لي بلندر، لي هاشوار، الفران، الفران فقط 700 درهم في اضاءه داخليه،
فيه الضو، فيه فرفارة، فيه دجاجة مضوبلة، النمرة 40 الثمن ديالو 700 درهم، والنمرة 50 زايدة في هاد اللعيبة اللي كتشوي الدجاج ب 800 درهم 16000 ريال. فورنو زوين وغادي تحتاجو ان شاء الله بشكل كبير بزاف في شهر رمضان. دائما وجددوا الترحاب، نشوفوا لي لايك فنوصلوا، زيد زيد هنا قبيله كانت 1200 لايك، نشوفوا شحال ولات 1900 لايك. شكرا لكم تانتوما اللي كتشوفوا اللايف دابا، عطاونا جيم هنا وبارطاج، لانني دائما كيف تنقول لكم البارطاج ديالكم مهم جدا بالنسبه لنا. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، غادي نخليكم في هذه اللحظات. الناس اللي بغاو يجيو يتقداو، اللي بغاو يجيو يستافدوا من هذه البروموسيون، مرحبا بكم عند اواني شعيب في المدينه، في البرنوصي، في القريعه، المحلات ديالنا كاملين متوفره عندهم هذه السلعه ديسبونيبل، مرحبا بكم باش تجيو تستافدوا من هذه البروموسيون. قبل ما نقطع هذا اللايف هذا غنعد لكم المحلات ديالنا فين كاينين ياك، وغادي نحبس هذا اللايف. غادي نبداو سيداتي ساداتي من المحل ديال المدينه، المحل ديالنا في المدينه اللي جا قريب الكره الارضيه وحدا فندق المامون. هنا هنا كاينه جرده الحمام، هنا بريد المغرب، هنا بنك المغرب، الزنقه الاولى على اليسار كتلقاو المحل ديالنا ديال المدينه. غنعد لكم من جهه البرنس، هذا هو البرنس ديال كازا، هنا قهوه ايدن ايس، هنا اوتيل المامون، ها هو المحل ديالنا. شو فهاد الزنقه سولوا على اوتيل المامون، معروف هاد البلاصه اوتيل المامون. هنا كاين ايدن ايس، ها هو اوتيل حياه ريجينسي، هنا فين كاينه ساحه الامم المتحده، فين كاينه محطه الترامواي، ها المحل ديالنا. دابا مشينا للحي المحمدي، الحي المحمدي هنا القيصريه كتخلي القيصريه على يديكم اليسر، شفتوها هي اللي وريتكم دابا في الكاميرا، كتطلعوا نيشان مع هاد الشارع، هاد الشارع اللي كتطلعوا معاه ديال القيصرية انت بلاتي، ها القيصرية شتا، كتطلعوا نيشان مع هاد الشارع، نيشان مع هاد الشارع، هاد الشارع هذا اللي طالع مع نيشان هو هذا، هو هذا شتوه، هو هذا الشارع، ها هو، هو هذا، هو هذا، ها هو المحل ديالنا. نعت واضح، زيد زيد زيد، نكملوا مع المحلات الاخرين، المحلات الاخرين. دابا غنمشيو للبرنوصي، البرنوصي المحل ديالنا ملاصق مع استوديو ياسين، زيد هذا جامع طارق، كتخليو على يدكم اليمن، كتمشيو حتى للفيروج وكتدورو على اليمن، الفيروج كتدورو على اليمن، كتلقاو السوق النموذجي، كتكملوا السوق النموذجي كتلقاو الفيروج، كتلقاو المحل ديالنا. شتو هذا هو الفيروج، المحل ديالنا على اليمن، راه هو ملاصق مع استوديو ياسين. دابا غنمشيو للقريعه، القريعه الرومبو ديال مولي البونجيه، هادي هادي الرومبو ديال مولي البونج، كتلقاو هاد الشارع هذا اللي هنا اللي سميتو شارع بشعيب الدكالي اللي غادي جامع السنه، المحل ديالنا جا تحت من الدار الحمراء، الدار الحمراء كاينه قهوه لو بولفار تما، المحل ديالنا جا في داك ليسباس. دابا المحمديه، المحمديه زيد هنا كاينه الجوطيه، هنا كاين واحد الجامع سميتو جامع مالي، شتوه كتدخلوا مع هاد الشارع هذا فين كاينه الجوطيه كتلقاوها جامع مالي، كتلقاو هنا واحد الصيدليه سميتها صيدليه الشباب، كتمشيو نيشان كتلقاو المحل ديالنا مقابل مع تيليبوتيك عيشة، هذا هو تيليبوتيك عيشة، هو هذا راه صبوه دابا بالصفر، المحل ديالنا هو هذا. زيد غنمشيو دابا للمحل ديالنا ديال الحي المحمدي الفوقاني، الحي المحمدي هو هذا المحل ديالنا الفوقاني، هنا كاين ستاسيون توتال، هذا دورة المذاكرة شتوها، ها المحل ديالنا. وكاين كذلك المحل ديالنا ديال البرنوصي القديم اللي كلكم كتعرفوه، تا هو فيه هاد السلعه، فيه هاد لابروموسيون، تا هو تقدروا تمشيو ليه مقابل مع الدهر اللوراني ديال الاعداد ديال ثانويه بنو شهيد. والمحل ديالنا في الرباط كاينه رومبو المنال، توصلوا ليها سولوا على سناك انس، حنا مقابلين معاه. شكرا لكم، سلام عليكم، نتلاقاو معكم ان شاء الله في لايف اخر، وفي امان الله، كلشي بارطاجي هاد اللايف، شكرا.